السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. درس النهاردة ان شاء الله هتكون فكرة مقتبسة من الاسم اللي هيظهر قدامكم ده، وسامحوني لو مش هعرف اقوله عشان حقول ملكية، طبعا مع اضافة بعض الاشياء وتغيير بعض الحاجات. فان شاء الله الدرس يعجبكم، وباذن الله الاضافات اللي احنا عملناها في الدرس تكون كويسة زي ما متعودين. باذن الله مش هنطول ومش هناخد وقت في الدرس، هنحاول نطلع بافضل نتيجة في اقل وقت. وعشان مطولش عليكم من غير كلام كتير، لو انت اول مرة تشوفني انزل اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ويلا بينا نخش في الدرس. فندخل سريعا كالعادة كده عشان ما نطولش ان شاء الله، وبإذن الله يكون الدرس بسيط. دي الصور اللي احنا هنشتغل عليها، وطبعا كلها حملتها فري ويك جوجل شاتر ستوك، تمام. فخلينا نبدأ كده سريعا. اول حاجة هنعملها هناخد صورة البحر اللي احنا هنشتغل عليه، تمام. هبدأ بس اعرض الديزاين بتاعه شوية بالشكل ده، وهعرض كمان البحر بالشكل ده. هستغنى عن الجزء اللي فوق بالشكل ده، ممكن اطول الديزاين شوية، تمام. طيب الصورة التانية هبدأ اظبط كده الجزء ده، نزله تحت، تمام. طيب موضوع المية ده انا هبدأ اكرره، يعني الت كده وهسحب كليك، وهبدأ بالاستيكة امسح الجزء اللي تحت كده بالراحة، تمام. هكرر كمان وهبدأ امسح تاني، تمام. وفي الاخر هعمل كله ميرج مع بعض، هعرض بس الجزء ده شوية، تمام. ولو انا شايف ان في حاجة مكررة شبه بعضها كده بالاداة اللي احنا واقفين عليها دي، وهبدأ اعلم على الجزء اللي انا شايفه مكرر كده عشان ما يبانش ان انا ايه كوبي كوبي يعني، او ممكن بالاداة اللي احنا وقفنا عليها دي برضو. وهبدأ الت كده اخد من نفس الجزء اللي انا عايزه اسحبه، وكليك كده اهو، تمام. حاجات بسيطة قوي يعني عشان الدنيا متبص مني، تمام. طيب هبدأ هجيب الماجيك وهقف على اللاير اللي هي بتاعت الجزء بتاع الصخر الموجودة اللي ورا ده، وهعمل سيليكت على السماء الموجودة، تمام. وهبدأ احذفه لان مش محتاجه، هعمل راسترايز بعد كده بين تول كده الحاجات الصغيرة دي، هبدأ سيليكت عليها كده، شلتها خلاص. طبعا عندنا الجزء بتاع المية ده خفيف من فوق كده، فهبدأ اكرر كنترول جي بالشكل ده عشان تبقى تقيلة معايا وبالشكل اللي احنا شايفينه ده. طيب هعرض الديزاين سيكة بسيطة كده، هبدأ طبعا اعرض كل الكلام ده زي الفل. هنرجع للصور، تمام. هناخد تاني حاجة على طول، هناخد الصورة اللي هي دي. ركزوا معايا، انا هبدأ اقص الصخرة الموجودة اللي هي هتبقى اهو الجزء اللي هو ده فقط من الصورة دي كلها. فهقف كده هجيب البين تول وبالراحة كده هبدأ امشي عن حاجات، يعني ابعد، احاول ابعد عن ايه، عن النجيلة الموجودة او الزراعة الموجودة. وهبدأ اخد ايه هنا، هلف لفة كده، هاخد كوبي كده من الحتة اللي احنا عملنا عليها سلك، وهاجي هنا كده هحطها، هعمل الاول كونفرت كده عشان الدنيا ما عملت بكسلش، تمام. وهبدأ كنترول تي واجيب الورد، وهبدأ أظبط الكلام ده كله بالشكل ده، هحاول أقعدها بس كده على المية، كبر سنة،
طيب خلينا نقول كده تمام. طيب هقرب كده هجيب الاستيكة تمام وهقلل الفلو شوية وهبدأ بالراحة كده امسح الاطراف الاخيرة الحادة عشان تبان ان هي ايه يعني داخلة جوه المية. هنا كمان تمام. خلينا نروح للصور نشوف الصورة اللي بعدها على طول. هناخد الصورة اللي هي دي هبدأ انزلها تحت خالص، هبدأ اظهر بس الجبال الموجودة فيها. تمام. طيب المية هنا انا محتاج برضو بالاستيكة بتاعتي خفيفة جدا وابدأ امسح عشان ما تبقاش حادة قوي كده. تمام. في جزئية هنا تبع الصخرة هنمسحها. الشكل ده في حاجات هنا في حاجات هنا زي الفل. طيب خلينا نخش على تالت خطوة. هقف على صورة البحر كده وهبدأ أعمل ساتوريشن الشكل ده وكنترول الت جي، او هعلم هنا ادوس هنا عشان خاطر اللي هعمله يبقى في المية بس، وهدوس على علامة الصح اللي هنا دي فطبعا اللون معايا هيتغير. هبدأ اظبط لون المية على شكل لون السماء. ركزوا جدا في الخطوات دي اهو. تمام زي الفل. طيب خلينا نعمل لاير كمان ونفس الموضوع، هدخله في قلب البحر يعني بكنترول الت جي. هجيب البروش السودا هعلي او كده هقلل بس شوية وهبدأ اسود ما بين الموضوع كده. تمام. وطبعا لو في حاسس ان في حاجة زيادة كده ممكن بالاستيكة، وهنبدأ نعالجها بالشكل اللي لا مش ده طبعا بالشكل اللي هو ده. طيب هنيجي عند الصورة بتاعت الصخر الموجودة دي وهعمل معاها نفس الموضوع، يا اما اخد كوبي من الساتوريشن اللي انا عملته بالشكل ده وهبدأ انزله في الصخرة وادوس هنا كده اللي هو ادخلها جوه الصخرة وارجع كل الحاجات دي كده عشان يبقى نفس الدرجات بنفس كل حاجة بالشكل ده، يا اما اعمل ساتوريشن جديد. فانا كده اختصرت الخطوة يعني تمام اهو. ممكن اجي هنا عند مربع الابيض ادوس كنترول اي اعمل ماسك وبالبرش هبدا اعلي بس فلو اعلي الاوبستي هبدا اعمل الشكل ده كده. وهاجي هنا كده ممكن الليفلز اهو هبدا اظبط الموضوع شويه بالشكل ده. تمام. طيب هنا طبعا المفروض ان ورا الصخرة ده يكون في شادو تمام، فاجي تحت خالص كده تحت اللاير بتاعت الصخرة وهعمل لاير اهو جديدة وهبدأ البروش الخفيفة هبدأ اقلل الوسط شوية اكبر السايد شوية. المفروض ان انا ابقى فوق البحر، انا اسف المفروض ان انا ابقى فوق البحر عشان او الصخرة هي اللي تبقى فوق الماء. طيب انا هاخد الجزء ده كله كده اللي هو ده هطلعه فوق كده نشوف ممكن يحصل معانا ايه.
ماشي مفيش مشكلة، يعني على أساس إن إحنا ممكن إيه نقص الجزء ده كده. تمام، وهبدأ بالأستيكة الأول، أدخل بس الصخرة كده كأنها جوه المية. تمام، طيب هقف تحت بقى زي ما قلنا، هعمل لاير جديدة وهجيب البروش وهبدأ أشد شادو كده، إيه يعني ما يبقاش هو كده تقيل، محتاج نخف شوية. تمام، بالشكل ده. تمام، وممكن بالاستيكة زي ما قلنا بنعالج الحاجات البسيطة، اللي هو ايه هبدأ امسح الشادو من بعيد على اساس ان هو واخد تدريجي، بس اللي هو تقيل من هناك وجاي ايه على خفيف يعني. تمام، ركزوا معايا، هاجي عند الصخرة برضو وهعمل لاير هتدخل جواه تلقائي، وهبدأ اسود الجزء اللي هو الاخير ده عشان الدنيا معايا تبقى مظبوطة. تمام، وهرجع عيد تاني شوية تحت هنا اهو بالشكل ده. تمام جدا، طيب نفس القصة ونفس الموضوع هعمله هنا ساتوريشن، هدخله جواي هعلم هنا، ابدأ اظبط اللون. طيب كنترول اي هعمل ماسك، وبالبرش كده هبدأ اغمق الحتت اللي بره. الشكل ده تمام، ونفس الخطوة هقف تحت خالص هعمل لاير جديدة، وزي ما انا كده هبدأ اعمل شادو بالشكل ده. تمام، واقف عند الصخرة هعمل لاير تانية هتدخل جواها، وهبدأ اغمق الجزء اللي تحت بالشكل ده، وارجع اعيد على الشادو من الجنب ده شوية. تمام، ولو في اي زيادة هنبدأ نعالجها بالاستيكة، بس طبعا محتاج الجزء اللي على الشمال ده يتغمق اكتر من كده. اهو تمام زي الفل. طبعا كده الموضوع بدأ يظبط شوية. طيب هاجي عند نفس الصخرة دي وهنبدأ مثلا نشوف الليفلز هيعمل معايا ايه. هبدأ اهو اغمق كمان كمان زي الفل. هاجي هنا عند المربع الابيض ادوس كليك وكنترول اي، وبالبرش برضه هبدأ اغمق الأجزاء اللي أنا شايف إن هي محتاجة تتغمق. طبعا النص أنا سايبه منور على أساس إن إحنا كده كده هنحط الهلال بتاعنا، فإيه هيعمل لايت في الجزء ده، فأنا مش محتاج أعمل في أي حاجة يعني زي الفل. خلينا نرجع للصور وهناخد مثلا الهلال، خلينا أقف فوق خالص الهلال سيلكت كده على الاسود راسترايز. تمام، هو المفروض ان ده قمر مش هلال، بس احنا هنخليه هلال. هعمل سيلكت كده على الجزء ده
على اساس ان احنا ايه الحواف اللي بره السودا يعني هي لها كذا طريقه للحذف، بس عشان ايه نختصر الوقت هبدا اظبط على اساس ان انا عايز الحاجات السودا اللي جوه دي، فهبدا اظبط كده اهو تمام. وممكن اجيب الدايره السودا اهو وهبدا اظبط شكل الهلال هنا كده، عايزه بقى تخين، عايزه ارفع، عايزه زي ما انت حابب. وهبدا اعمل راسترايز ميرج، انا اسف الاثنين، وهبدا بالماجيك احذف الجزء الاسود تمام. هنا هبدا اظبط شكل الهلال على حسب اي وقفه انت عايزها بقى براحتك تمام. وهنرجع للصور، هبدا اخد الزرعه او النجيله الاضافيه بالشكل ده، وهاجي عند الليفلز هنا كده وهدخل الليفلز اللي انا عملتها جوه زي ما بنعمل، وهبدأ أغمق الموضوع بالشكل ده تمام. هفضل أظبط لحد ما ياخد من نفس الدرجات بالظبط ممتاز. هبدأ بس الأستيكة خفيف كده أمسح الأواخر يعني عشان تبقى باينة إن هي طالعة من قلب الأرضية، وممكن أكبرها شوية على أساس إن هي تبقى طالعة على الهلال بالشكل ده. طيب هنرجع تاني، هناخد الشجرة، طبعا هي دخلت جوه فأنا هرجع وأقف فوق خالص، أشدها بالشكل ده، هبدأ أظبط وضعها كده فوق. وعشان طبعا اطول الجزء ده هبدأ بين تول هقص، او هنستعين يعني بالجزء ده كوبي كده، وهبدأ اعكسه بالشكل ده، اقرب كده الاستيكة، احذف الزيادات اهو، مسحت من تحت جامد تمام. هبدأ اهو ميرج، وهبدأ احذف حتة المبوزة شوية تحت دي، وهبدأ اضبط الشجرة بالشكل ده. الهلال بس محتاج يجي شوية كده تمام. طيب هبدأ اعمل لها الشادو بتاعها، انا كده خلاص وقفت مظبوط. اول حاجة هعملها هجيب الاستيكة وابدأ امسح من الاواخر كده عشان انعم جزء حاد عشان تبان ان هي خارجة من جوه تمام. وهقف تحت كده هعمل لاير جديدة، هجيب برش وزي ما انا كده هبدأ اشد شادو كده اهو تمام. هقف على الشجرة نفسها هعمل لاير جديدة وكنترول الت جي، وهبدأ اسود اخر الموضوع كده، كده الشادو اصبح مظبوط تمام. هطول الديزاين بتاعي من تحت شوية عشان الشغل بتاع الانعكاس بتاع اللايت بقى والكلام ده. ابدأ مثلا اهو اهو تمام. طيب كده احنا عايزين ننور بقى ونعمل الشغل كله بقى اللي احنا عارفينه. طيب هقف عند السكاي او السما اللي ورا، وهجيب البرايتنس كده وهبدأ كونتراست اقلله شويه، البرايتنس اقل شويه على اساس ان انا ايه اخلي الجو ليل تمام. ممكن اقف فوق خالص اهو وهليل الدنيا دي كلها شويه، وبالاستيكة اكبر كده وانور الجزء ده اللي هو يبقى فيه لايت يعني تمام. ممكن نقف عند البحر
اللي هو ده، هعمل لاير جديده وهاخد من نفس درجه السكاي، هبدا انور شويه وهبدا اعمل لايت هنا كده اهو. انا بس محتاج اطلع فوق، في بس جزء هنا مش مظبوط اهو، ممكن نستغنى عنه بالشكل ده ونطلع بالموضوع كل شوية كده، اقلل. ولو عايز انعم الحواف ممكن اجيب اللهم صل على سيدنا محمد البلور اهو، بلور تون، ممكن امشي كده بالراحة هتلاقي الموضوع بدأ، بس يعني مش كده يعني اهو. تمام، بس ضم كده هو لسه بيظبط هو الموضوع ده يعني. تمام، خليني مثلا خليها سكرين، وهاجي عند اللايت بقى اللي انا عايز اعمله اهو، ممكن اعلي شوية اهو. تمام، ركزوا معايا، هعملها ممكن سكرين او كولر دودج شغال، وهاجي فوق كده هدوس الت وهسحب الجزء ده اهو، شايفين اللي بيحصل هناك؟ فتمام زي الفل كده يعني، انعكاس السكاي عشان احنا لسه هنحط سكاي تانية فوق اللي موجودة. خلينا نحطها برضو قبل ما نخش على اللايت بتاع الهلال، هاخد السكاي اهي بالشكل ده، وخليني اشوف السكرين او الكرر او الاوفر ليه، مش اوفر ليه، كويسة جدا. تمام، هي عملت انعكاس معايا، هبدأ بس احذف الاجزاء الزيادة هنا. تمام، فاصبح الدنيا كده معايا زي الفل يعني. هاجي هنا كده وهشوف الخطوة اللي بعدها ايه. لا كده محتاجين ننور الاول الهلال، فركزوا معايا، هضغط هنا كده وهبدأ اروح عند الاختيار ده اللي هو الاوتر بلو، خليني مثلا بسكرين كويسة مش وحشة، خليني اعدل شوية، ازود هنا شوية، خليني ادوس اوكي، هعمل كوبي من لاير دي، هروح تاني على نفس الموضوع البليندنج اوبشنز، هشيل الاوتر ديت، وبعد كده هشوف ايه مثلا، هزود السايز هنا شوية زي الفل، اشوف الاوبسيتي بتاع السكرين كويس اوي زي الفل، يبقى احنا كده تمام. طيب هعمل لاير جديدة وهجيب البراش وهجيب مثلا اللون ده، وهدي كليكين بس وانا معلي فلو شوية ومعلي الاوبسيتي. تمام، هكبر كده وهروح اعمل سكرين مثلا، وهشوف نفس الخطوة قال اه. تمام، بس هقلل الكلام ده شوية، مش عايزه يبقى منور كده، انا عايزه بس يديني ايه يعني سنة من الاصفر وبس، مش اكتر من كده. خلينا زي ما احنا كده، هبدأ اعمل لاير جديدة وبنفس اللون زي ما انا كده، بس هقلل الفلو، هقلل الاوبستي، كل الكلام ده، وهبدأ امشي كده بس بالراحة بقى يعني اهو اهو اهو. انا عايز الكلام ده يبقى فوق خالص بالشكل ده اهو. تمام، ركزوا معايا، حاجة عند نفس الخطوة اللي هو بعمل تشبع كده، بخلي الألوان تخش جوه الموضوع أهو، بيبقى فيه زي دمج كده، أنت بتظبط الدنيا كلها مع بعضها بالشكل ده. تمام، وهبدأ أوزع إضاءتي بقى على الشجرة، يعني الشجرة عندي هنا محتاج تكون غامقة من فوق واللايت ضارب فيها من الجنب ده بس. طب هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل brightness contrast، وهبدأ أقلل البرايتنس خالص بالشكل ده، وهاجي عند المربع دوس كنترول اي عشان أعمل ماسك، وبالبرش هبدأ
هغمق الأجزاء اللي فوق، هعلي الفلو، هعلي الأوستي، هعلي كمان. تمام شايفين؟ زي الفل. ممكن اعمل لاير الليفلز هنا كده، وهبدأ انا عايز انور الجزء اللي هو ده، بس يعني ما يبقاش قوي، يعني تبقى حاجة بسيطة. تمام، خليني ده بتاع ايه، ده بتاع الشادو. تمام، خليني اكمل ان انا اغمق الكلام ده. اسف احنا خرجنا بره الديزاين. زي الفل. طيب خليني اعمل لاير جديده خالص اسود اهو، هقلل الفلو، هبدأ اغمق تاني الاجزاء اللي اتفتحت مني فوق. تمام، وهبدأ احذف او امسح الحتت البسيطه جدا اللي هي المفروض ان الهلال عامل فيها لايت، وارجع تاني اسود نفس الكلام من هنا. معلش، هو موضوع توزيع الاضاءه ده بيبقى يعني هو مش ممل، والله هو ممتع للناس اللي ايه اللي عارفاه يعني. يعني حقيقي الديزاين ده من اجمل الحاجات اللي انا اشتغلت فيها، وكنت مستمتع جدا وانا شغال يعني. تمام، فخلينا اعمل لاير جديدة تانية خالص بقى، وهبدأ اخد من نفس لون ال ده اهو، هبدأ امشي كده بالراحة خالص على الجانب الايمن من الشجرة. بالشكل ده ونفس الخطوة بتاعة التشبع أو بتاعة دمج اللون أهو، ألت وببدأ أهو. ممكن نشوف سكرين كويسة. تمام، لو أنا شايف إن هي خفيفة عايز أزودها ممكن أعمل منها كوبي، بس أقل شوية عشان متبقاش أوفر، هتبقى معايا بالشكل ده. طبعا هنا الاسود انا شايفه كتير قوي، ممكن نخفه شوية على الشجرة. ده هو ده اهو. تمام، 70 كويس جدا زي الفل. طيب خلينا نرجع للصور ونشوف هنعمل ايه. المركب، هاخد المركب، خليني اطلع فوق خالص، احط المركب بقى واظبطها. مش عايزه تبقى كبيره قوي، انا عايز الموضوع يبقى في الهادي يعني. تمام، هبدا ازوم كده، وهاخد الشادو اللي تحت ده مش همسحه، بين تول كده وهعمل عليه سيلكت بالشكل ده. وهلف كده كده كده. تمام، وهعمل راسترايز وكليك يمين ولاير فيها كات عشان يبقى فلاير لوحده، وبعد كده هعمله مالتي. تمام، وهجيب الاستيكة الخفيفة خالص وهبدأ امسح، مش قوي كده
بالشكل ده. طبعا في زيادات هنا في الحاجات دي كده ممكن نمسحها. بالشكل ده ممكن كمان نستغنى عن الجزء ده. تمام، هجيب البرايتنس برضو وهبدأ أغمق كده. لاير جديدة اسود، أغمق برضو الجزء ده. تمام، هقف تحت خالص، هعمل لاير جديدة وبالبراش زي ما انا كده، وهبدأ هزود الشادو ده شوية. تمام، استيك كده، هبدأ امسح الجزء اللي فوق ده شوية زي الفل. طيب خلينا اعمل له ساتوريشن الشكل ده، هبدأ اضبط لونه شوية مثلا. ده كويس. تمام، طيب خلينا اعمل ميرج لكل الكلام ده، مفيش مشكلة. لا هو عمل لي ميرج لللايت وانا مش عايزه لللايت، ولحد هنا ده بتاعنا. تمام، طيب خليني اوزع اضاءتي على الاجزاء اللي هي دي. اقص الجزء اللي بره اللي هو اللي بره ده اهو، ده ظهر المركب او السنة بتاع ظهر المركب، فانا مش عايز اللايت يكون موجود فيها. هعمل لاير وكنترول الت جي عشان ادخلها، وهبدأ اخد من الدرجات اللي هي كده، هبدأ اهو. تمام، وبالاستيكة هبدأ اعالج الموضوع بالشكل ده. تمام، نجرب السكرين او الكالر دودج شغال. تمام، ونفس الموضوع اهو. اهو ابدأ امسح بس عشان الموضوع معايا يبقى مظبوط. نفس الموضوع هبدأ اقص الجزء ده. هبدأ اعمل لايت هنا في الحتة دي كده، ولايت كمان هنا كده، نفس الموضوع. وبالاستيكة امسح الزيادات. احط كمان لايت في الجزء ده. تمام، هعمل برايتنس كده وهبدأ أشوف أهو. تمام زي الفل. طيب خليني أرجع فوق كده وهبدأ نجيب الولد. أنا كنت أقصه وهاخده معايا على الديزاين. شوف أنت حابب تخليه يكون واقف فين. اعمل كونفيرت بس عشان ما يبكسلش مني، وحاول تظبط موضوع النسبة والتناسب ان هو ما يكونش اكبر من المركب ولا يكون اصغر خالص. تمام، ده في الاخر طفل، فانت حاول تفهم الجزئية دي عشان تقدر تظبط الموضوع. يعني
يعني هو كده لو قعد في المركب هل هيكون مظبوط؟ انا حاسس ان هو كبير شوية فهحاول اصغر سنة اهو. لا هو كده محتاج يكبر بصراحة شوية، او هو والمركب يكبروا مع بعض تمام، عشان هو ده ما ينفعش يكبر لوحده اهو، عشان ما يبقاش فيك يعني. طيب هنبدأ نظبط، هنعمل لاير جديدة هدخلها جواه الاسود، وهبدأ اغمق الجزء اللي على اليمين ده كله كده. تمام، ولاير تحت عشان موضوع الشادو. هحاول اغمق كمان اللي حواليه. تمام، وبالاستيكة نعالج او نقلل الاوست شوية، يعني نبص من بعيد كده ونشوف. يعني مش 98 تمام. طيب حاجة عند الولد، هجيب البرايتنس وهعلي بالشكل ده، وهاجي عند المربع كنترول اي، وبالبرش هبدأ بالشكل ده. الاسود ده محتاج يتمسح شوية من على الوش بتاع الولد. تمام، وهعمل لاير جديدة خليها اللون ده، وهبدأ امشي مع الولد كده بالراحة على الجنب. تمام، وهجيب color dodge مثلا، هقلل الوش دي خالص، ونفس الموضوع. تمام، بس هنغير color dodge نخليها سكرين كويسة، ممكن بنفس كل حاجة زي ما انا السكرين، هقلل الوستي، هقلل الفلو، هعلي السايز بقى شوية، محتاجين كمان نقلل الفلو اكتر من كده اهو، وهبدأ انور الاجزاء دي اكتر، اقلل الاوبستي قوي، هعمل نفس الخطوه. طبعا بيديني ايه توزيع كويس يعني. تمام، انا شايف ان الاسود كتير قوي على اليمين اهو، هقلله بالشكل ده. نرجع كده نشوف الديزاين كله بدأ يظبط معانا. تمام، المركب من هنا منورة، وهي المفروض اللايت كله جاي من فوق، فأنا هحاول أظبط الموضوع ده شوية اهو. لاير جديدة، براش سودا، وهبدأ أغمق الموضوع ده كله من هنا شوية. تمام، بالاستيكة هبدأ اللي فوق بس، وهبدأ اخف شوية يعني بس كده.
كمان سنة بس زي الفل. طيب هنرجع للصور ونشوف هناخد ايه كمان معانا. هناخد اللي هي النور ده، بس قبل النور هنبدأ نعمل الانعكاس، وقبل الانعكاس هنبدأ نظبط شوية في الألوان. هنطلع فوق خالص نشوف الكالر لوك اب ممكن نعمل بها ايه. هننزل كده، دي كويسة، هنجيبها سوفت لايت وأقلل لوبستي شوية بالشكل ده. تمام. طيب هنيجي عند الانعكاس اللي هو، ركزوا معايا بقى شوية في الخطوة دي. انا عندي الهلال اهو، هاخد منه كوبي كده تمام، وهشده من فوق، هبدأ اضبط الموضوع تمام. خلينا نخليها دلوقتي، هطلع فوق اشيل الكلر شوية دلوقتي، وهجيب المية اللي هي دي هحطها هنا كده، هبدأ اضبط شكلها تمام، وهبدأ اشوف هنا ايه اللي هيظبط معايا شوية شوية شوية. انزل 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 انزل. طيب مبدئيا احنا عايزين نخلي لونها يكون الابيض واسود، هعمل ساتوريشن وهدخلها جواها اهو تمام. وبعد كده هجيب الليفلز ابدأ انور واطفي لحد ما الدنيا تظبط بالشكل ده. ممكن اعمل ميرج وبعد كده اشوف السكرين. ماشي، خليني كليك يمين اول واحدة فوق وهبدأ اظبط اهو تمام، وبالستيكة كده احذف الزيادات على الفلو تمام. انا هطلع الجزء ده كله فوق تمام، وهبدأ اشوف الكيرفز هنا اهو، هنور بس الدنيا وبدأ يعمل معايا انعكاس كويس اهو، فهبدأ احذف كده خلاص. ممكن ننزل بيهم عشان يبقى تحت المركب، بس معلش انا اسف، وهبدأ بالورب كده اوزع الكلام ده تمام. ممكن البرايتنس كده واشوف اقدر اعمل بيها ايه تمام زي الفل. طيب حاجة عند الخطوة بتاعت الهلال اللي احنا كنا وقفناها، يا راح فين بقى، دوروا معايا كده، دوروا معايا اهو، هو ده رحت فين اهو. اظبط كده تمام، ركزوا معايا بقى. هاجي عند فلتر تمام، وهاجي هنا كده، وهاجي عند الويف. الارقام دي هبدأ مثلا اخلي فوق 100 تحت 1، هنا 17، هنا مثلا 1 برضو، هنا 20، هنا 1 تمام. وهبدأ ابص على المربع ده، لو انا شايف ان في حاجة محتاجة تتزود شوية عشان تظبط معايا الموضوع هزود. طيب ده بيعمل ايه؟ هنعرف دلوقتي ده بيعمل ايه. لو دوست اوكي كده، شايفين الهلال هيعمل معايا ازاي؟ عطى الانعكاس بتاع المية تمام، التموجات والشغل ده من غير اي تعب خالص.
فهبدأ أجيب الأستيكة بتاعتي وهبدأ أحذف كده بالراحة وأقلل كمان الدوستي وأطلع بالجزء ده فوق شوية، فأصبح الانعكاس واقعي وممتاز جدا 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 يعني. أهو ده فين بقى؟ ادي اخرة اللي ما بيرتبش لياراته. احنا لو برتب لياراتنا كنا هنقعد ندور بالشكل ده. تمام. طيب الجزء بتاع المية ده هو واخد حاجات فوق هنا، هنبدأ نظبطها. كمان ممكن اعليه شوية اهو بالشكل ده. شايفين الانعكاس بقى عامل ازاي؟ يعني بقى قمة الجمال والله، يعني حاجة ممتازة. هرجع الكالر لوك اب بقى وهبدأ ايه، هدي بقى الشغل بتاعنا بقى التحابيش. هاجي عند البرايتنس كده واشوف ممكن اطلع بايه. لا ده انا كده تحت اللي جبنا هنا. ارجع تاني لف وارجع تاني، يطلع فوق خالص اهو. تمام زي الفل. طيب خلينا نروح للصور عشان اخر خطوة معانا هي مش الأخيرة قوي يعني. هحط النقط دي كده حاجات صغيرة بس بتفرق. هندوس سكرين وهبدأ كنترول يو، هخلي لونها يكون مدي على الأبيض شوية صغيرين كده بالشكل ده. وفي سهم ظهر معايا هنا عشان أخد تقص الصورة يعني. وهبدأ أكرر شوية بس ما يكونش كتير يعني. أو وممكن اعمل له بلور حاجات بسيطة. تمام. طيب هطلع فوق وهجيب الساتوريشن كده وهشوف زي الفل. هجيب السيلكتف كولر وهبدأ اظبط. طبعا دي حاجات بقى ايه مش اساسية يعني، انت تبدأ تظبط اللون على حسب ما انت حابب على حسب عينيك. تمام اصفر بس بلاش الموضوع يكون اوفر في زيادة الالوان، حاول تخلي الدنيا هادية. تمام الرصاص كده نشوف اهو. انا حابب الكالر مود بتاعتي تكون واخده الازرق سنه بالشكل ده زي الفل. هاجي عند الكالر بالانس ونشوف ممكن نطلع بايه. شادو زي الفل. هحاول بس أقلل الكلام ده كله. زي الفل. طيب خليني بعد ما أقول كده أنا المفروض إن أنا خلصت، هعمل ميرج لكل الكلام ده. تمام وهروح عند الكاميرا رو وهبدأ أظبط بقى إيه شوية حاجات. برضو الكاميرا رو من أفضل فلاتر موجودة على الفوتوشوب، يعني لازم أن تشتغل عليه اوعى تكسل. هزوم كده وهركز على الجزء اللي فيه الشغل كله وهبدأ أظبط عليه. هرجع ورا كمان أشوف كده من بعيد الدنيا فيها ايه. ممتاز. طبعا دي حاجات برضو مش ثابتة على حسب عينيك. هايلايت لايت دارك شادو حاسس ان الهلال فتح شويتين يعني، فهبدأ ارجعه
وهدوس اوكي. وبكده يكون خلصنا الدرس، يا رب يعجبكم، يا رب يكون الشرح يعني ما يكونش طول، وكمان الحمد لله يعني احنا خلصنا الشرح والاذان بيأذن، الله اعظم، استشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. فيا رب يكون عجبكم، مستني رايكم في الكومنتات، وان شاء الله هستنكم في الدرس الجاي، ان شاء الله يعجبكم، مستني رايكم مره تانية، واشوفكم ان شاء الله في الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.